بالتزامن مع الصور التي سنشاهدها الآن سنقرأ عليكم بعض المعلومات. هذه الوثيقة التي تشاهدونها هي عن تخصيص مشروع جديد هدفه إلهاء المتظاهرين في محاولة لملاحقة المتظاهرين بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 25 من أكتوبر الجاري. محافظة المثنى تحيل مشروعا لنصب كاميرات مراقبة بقيمة تقترب من 10 مليار دينار عراقي، أحالته إلى إحدى الشركات التركية الثلاثاء الماضي.